العمال بيزيد رجاك يا سيسي يا مستر يا سيسي يا مستر ماك العمال بيزيد رجاك العمال بيزيد رجاك انزل بص على العمال انزل بص على العمال لا اله الا الله لا اله الا الله انتحر ابيع مخدرات انا مش عارف انا فين بالظبط لو كنا في افقر دوله في العالم كانوا عبدوا عمال بقول لك عيد العمال فين العمال عمال ماشي على الصفات على الطلاع بواحد معاك في جيب مفيش مسؤول في البلد لو خبطت على بابه ولا حياه من تنادي اهو بقول لك عليها الحرام من ديني ما في واحد معاه باريزه جنيه يا عم احنا بنشحن يقول لك دولة قانون فين القانون معنا حكم قضائي بعودة الشركة للقطاع العام فين؟ بقالنا خمس شهور ما قبضناش احنا قعدنا اقل من المدارس محدش بيسأل مفيش مسؤول في الدولة لو خبطنا على بابه واحنا اهو محلك سر كأننا بندل في بلطة زوج رئيس مجلس اداره اتحاد المساهمين في شركه النيل الشركه دي من سنه 2011 صدر لها حكم برد للدوله بقرار رئيس الوزراء باستلام الشركه حتى تاريخه لم يكن يا عم ساكت انت هو بقى مرتبات المستثمر خفض المرتبات من 100% خلاها وصلت 40% ومفيش مرتبات من شهر واحد واثنين وثلاثة واربعة ودخلنا في شهر خمسة. انتوا كام بتقبضوا كام؟ احنا كنا حوالي 8000 عامل حاليا بقينا لا نتعدى 400000.